هذه المرحلة هي أصعب مرحلة طول الحلقة، هي مرحلة التذوق واستعراض الأطباق من قبل المشتركين. يتفضل المشترك الأول زكريا يوسف حتى يستعرض طبقه. حالياً هي مرحلة تذوق أطباقك، أكيد لجنة التحكيم لها رأيها الخاص وملاحظاتها الخاصة، راح تبدي من القراش إلى الطعام، فأكيد بتوفيق لك، وهسه منتظرين لرأي لجنة التحكيم. لمساتك كلش حلوة، اللي عجبني بيه السلطة، الدرسن كلش كان باحترافية عالية، الطعم كلش جيد، التقطيع كلش جيد، بس عندي ملاحظة على الكاري، شوية الدجاج مالتك بيه قوة. إذا تقرنش بالعرق تبعها اعملها كريسبي، شوية طحين وقليها تطلع معك كريسبي. فهمتك. بياكلها مثل كرانش. ممكن نتعلم شيف. تمام. بالتوفيق، أطباق مميزة، وصراحة رحلة أو جولة كانت كلش حلوة باستعراض أطباقك، نلتقي إلى متسابق آخر. بعد ما شفنا أطباق زكريا اللي هو كان حاضر ويانا من البداية، إجانا من الموصل، طبعاً نوجه تحية لأهالي الموصل ونقول له عاشت إيدك زكريا. الآن نستقبل حيدر صفاء، تفضل حيدر وقدم طبقك. تمن بالكاري والدجاج ايضا استخدمت ويا الكاري بلي وبرشت المرتديلا وانتبلتها بدبس رمان. حقيقة تمن عجبني، بس الدجاج مطبوخ بصلصة شوية بعيدة عن طعم الكاري، صح المكونات نفسها بس اكو اختلاف بالنسبة اللي صارت. الكاري اول شيء يعني نحتاج ان تكون بيفد لمسة حرارة خفيفة، ما بي لمسة. السلطة الهندية فكرة الخس حلوة، يعني نحن بلبنان نعملها تبولة، نعمل طريقة السيزر أوقات بهالطريقة هاي. أكيد شيف، شكرا لك. بس الطعم بدك تشتغل عليه أكثر إن شاء الله، حتى يبين طعم أطيب. شيف نسيت ايش قال لك تعملوا على شكل كورنيا، تعرف الكورنيا؟ اكيد شيف، اللي شكل مخروط الشكل، شكل يعني مخروط، بس قلت لك قالب معدني يكون موجود، قالب المعدني أعرف. ممكن تضيفه بهالطريقه يحافظ على شكله، لما تدخله للاوفن شويه تنطيه دهن شيء خفيف، فمن تخرجه يطلع لازم القالب اكثر، يعني ما ينطوي لي جوا، فبالتالي من تخلي الحشوه يبقى ثابت عندك. ان شاء الله تكون حيدر تستفاد من الملاحظات اللي قالوك إياها لجنة التحكيم. الآن شكراً لجنة التحكيم، تفضل أخذ طبقك. من بعض الملاحظات اللي تعتبرها مهمة وأساسية لتقديم طبق شيف العراق إلى طبق آخر، من المتسابقة ريهام محمد حتى تستعرض لنا طبقها ونشوف شنو رأي لجنة التحكيم. Thank you.
ريهام باعتبارك البنت الوحيدة بهذه المجموعة وآخر بنت بهذه المجموعة. أحكينا شنو إحساسك، وخاصة إنه لجنة التحكيم صارت عددها ضعف وبنفس الوقت صار الوضع يخوف وأبد ما يطمن. أنا فخورة طبعاً ولا أتنفس ويا شيفات، يعني بالذات شيفات عامة، يعني هذا بالنسبة إلي وصولي لهاي المرحلة، يعني حتى لو يعني أطلع يعني هاي أنا يعني فخورة يعني وصلت لهذا الشيء ودا أتنافس ويا شيفات ما شاء الله عامة هاي يعني. الحمد لله هذا على قولتش مجرد إنه أنا وصلت لهذه المرحلة هو فخر إلي، فيا رب يا رب تكون هذه المرحلة هي مرحلة انتقالية للمرحلة الأخرى مو نهايتها. هسه خلونا نشوف رأي الشيفات وأكيد نرجع لك. المتسابقة ريهام هاي المرة مرحلة التذوق صعبة عليها، لأن لجنة التحكيم قاعدة تدقق بالأطباق مالتها والسالفة بيها صفنة من شيف مفيد. اللجنة كلها قاعدة تتذوق بشكل جماعي، السالفة اللاصت لو بيها أمل. ابقوا ويانا حتى نشوف نتيجة طبق ريهام. دايما اختاري إذا هو خس اختاري قلب الخس مو أطراف الخس لبرا. ليش؟ لأنه بيعطي مرورة بالصلصة، بس من تختاري قلب الخس بيعطيك طعم طيب وبيعطيك الصلصة الطيبة. طيبة هي بس هي عم تعطي آخر شيء حدية مرورة، والمشكلة هي اطراف الخس دي برا. كقرنش كقرنش تمام شكل حلو، بس قطعي شيء طريقة أكبر شوي لحتى تطلع أجمل الخضرة بقلبها. بالنسبة هنا أنا حسيت بس كأنما دا أكل هم جاجيك، ما بي أي فكرة ما بي أي طعم، بس اللبن طاغي عليه. سلطة المرتدلة أكثر شيء، بس تقديمها كفكرة حلوة إنه استخدمتي الخبز واستخدمتي مثل التورتيلا وحشيتي بيه السلطة، بس هم نفس الشيء الطعم ما حسيت بيه. الكاري تمن معجن، يعني بالعامي احنا نقول معجن، قريب مثل ما قالوا الشيفات قريب لتمن السوشي حسيته. وصلصة الكاري ما بيها نكهة كاري، يعني بس مجرد لون. كل التوفيق لك يا ريهام. Good luck. بعد ما شفنا طبق ريهام وسمعنا ملاحظات لجنة التحكيم على أطباقها، نستقبل المتسابق ياسر عبد الله حتى يعرض أطباقه على لجنة التحكيم. ياسر اليوم انت كنت مو على بعضك، اكو شيء ما اعرف شنو اللي صار وياك. يعني تخربطت بالشغل مو شغلي. ضاعت افكارك؟ يعني تقريبا مو شغلي هذا. رايزنك كلش جيد. شكرا. طعمه كلش جيد. شكرا. تقديمك للطبق كلش كان حلو. شكرا. بس شويه الخضروات عندك صح كلش ناعمه صح، يعني لا تنشال بشغل ما جت ولا تنشال بالسكينه صح. انت تعرف سياحيا لازم ماكو خاشوقه، الخاشوقه تخدم فقط ويا السباجيتي صح، فما ممكن يعني ضيف يجوز ما يقدر يشيلها. اكيد هاي. اكيد. السلطه الثانيه محتوياتها كلش جيده. اشكرك. متزنه بالتقطيع وبالطعم. شكرا. بالنسبه للكاري هم ما عندي اي مشكله عليه كطعم وكذا تقديم، بس انه الملاحظه هاي ويمكن نبهتك انا عليها ان شاء الله. هو احد من المتسابقين، لا تحط الاكل على اطرافه. يعني انا عاني من الحموضه دائما، جربتها طيبه ما يعني ما غفتني بين قوسين خفيفه، بس عندك مشكله بالخضروات المستخدمه. جزر لازم يكون مسلوق نصف سلق، ماكو جزر من يصير سلطه.
الا اذا كان مفروش. فلازم تعطي نصف سلق تكبر الحجم مثل ما قالوا الشيفات، وتعطي نصف سلق حتى ممكن يكون سهل التناول، مو كل واحد عنده سنين درقه وعينه. وبنفس الوقت هاي ملاحظه ما الشيف له خاصه بالتقديم، انت كان طبق هاي برزنتيشن حلو، برزنتيشن عالي، بس بنفس الوقت تحتاج انه تقدم الطبق بطريقه اخرى. هو له طريقه، له تقاليد، له طقوس الكاري، ترى ما يقدم هاي الطرق كلها اللي قدمنا بيها بهاي الحلقه وحتى الحلقه السابقه يوم امس ما كان ضمن الطقوس الخاصه بتقديم الكاري. المفروض الكاري يتقدم ويتقدم ويا الرز مالته في طبق واحد، وبنفس الوقت ايضا اكو خبز اسمه الشباتي او النان، الخبز الخاص عفوا بالطعام الهندي، هو يكون بدون خمره. اتمنى لك التوفيق ياسر، شكرا لك، تفضل اخذ اطباقك. من بعض الملاحظات التي تعتبر كلش مهمة حتى نقدم طبق بروفيشنال بطريقة احترافية يليق بمستوى الشيف العراق، إلى طبق أخير مميز للشيف ومتسابق عمر فراس يتقدم ويانا حتى يستعرض طبقه وتحكم عليه لجنة التحكيم. يلا احكي لنا شويه شيف عمر. شيف الكاري طبخته وسويت الخضروات مالته بيوري ويا الصوص مال الكاري. اوكي. زين، وطبخت التمن اصفر بالكركم والمارتديلا، استخدمت المدخنه زين، شويه شوحتها على يعني بزبده وثوم زين، وحفرتها من الوسط وخليت باقي الخضروات بنصها زين. والجاجيك الهندي رمت الخضار جوليان زين، وخليت الصوص زين، والديكور مالته بليمون وفجل وطماطم كرزية. اول شيء الدجاج بالكاري طعمته طيبه، بس الصوص تخين، بس انت عم تعمل هيك كرمال تقدر تستغل البرزنتيشن تبعك. هون اكلت السلطه الهنديه، حسيت حالي عم باكل متبل سلطه هنديه طيبة، بس على ستايل متبل. احنا بلبنان بنعمل متبل الكوسة، متبل الشمندر، متبل البتنجان، فهي حسيت قريبة كمتبل أكثر، لأنه لازم تكون مقطعة أكبر شوي صغيرة حتى تبين معك. بس الجارنيش حلو، البرزنتيشن تبعك تبع الطبق الكاري حلو. المرتديلا إذا أنت ما بدك تسلق الجزر، نقع الجزر بشوية حامض بيعطيه طراوة، تمام، بيعطيه شوية طراوة. فيك تعمل شيء له علاقة بالكراميلز بالحامض مع دبس الرمان، بيعطيه طعم طيب بقلب منها هاي. والمرتديلا شوي عملها بطريقة مثل الحلقات، ثلاث حلقات وتحطها بقلب منها بتطلع بشكل أجمل بكتير. يعطيك العافية.